بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سيد مايكل، الحضور الكرام، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون معكم في افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي الأول لأجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة جرائم الملكية الفكرية والاتجار غير المشروع الذي تنظمه وزارة الداخلية بدولة الكويت، باعتباره أول مؤتمر إقليمي. هذا شيء نهنئكم عليه، لأننا في دول الخليج ينبغي علينا أن نكون قادة في الساحة الأمنية. تقيمه الوزارة، وزارة الداخلية بالكويت، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول. هذه المنظمة التي نعتز كرجال أمن بأننا ننتمي إلى منظومة العمل الأمني الذي تعمله، ونتعاون معها في شتى الميادين. إن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تقر بأن الملكية الفكرية، أيها السيدات والسادة، فطرة في الأمم كلها، وبأنها مورد متاح لجميع الشعوب، وهي تعمل على نشر ثقافة الملكية الفكرية من خلال إذكاء الوعي على جميع المستويات بقيمة الملكية الفكرية ووقعها الإيجابي على المجتمع من النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. أيها الحضور الكريم، تشهد معظم دول العالم ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة نموا متسارعا وتطورا ملحوظا على مستوى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرن الحادي والعشرين. وبالتزامن مع الطفرة الرقمية برزت القرصنة وللأسف الشديد، والانتهاكات للملكية الفكرية التي تمثل تهديدا حقيقيا يعيق التنمية الشاملة ومسيرة التحول الرقمي نحو اقتصاد المعرفة. من هنا غدت حماية الملكية الفكرية مطلبا ملحا، أقول مطلبا ملحا، لأننا في عالم ينبغي عليه أن يحترم ملكية الفرد وملكية الجماعة للحفاظ على الحقوق والمنجزات الثقافية والحضارية والتكنولوجية والفكرية والعلمية، الأمر الذي يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لبناء بيئة أعمال محفزة وتشجيع الابتكار. ولعل هذا المؤتمر، أقول لعل هذا المؤتمر يمثل إحدى المبادرات الرائدة، معالي الفريق، في هذا المجال. أحييكم على
أنكم كنتم السباقون لعقد هذا المؤتمر الذي يعول عليها في دعم الخطط الطموحة الرامية إلى بناء مجتمع يدعم الابتكارات. نعم، لعل هذا المؤتمر يمثل إحدى المبادرات الرائدة في هذا المجال التي يعول عليها في دعم الخطط الطموحة الراسية أو الرامية بالأحرى إلى بناء مجتمع يدعم الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا ويدفع رواد الأعمال للعمل في بيئة تقدر الملكية الفكرية وتشجع الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهي الرؤية التي سعت منظمة الإنتربول إلى تحقيقها من خلال منع الإجرام ومحاربته عبر تحسين التعاون الشرطي الدولي. السادة الحضور، استكمالا لسعي دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة والمستمرة لحماية الإبداع الإنساني وصون حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار باعتباره العصب الرئيس في حركة الاقتصاد القائم على المعرفة، فإن رؤية الإمارات 2021 تقوم على بناء اقتصاد تنافسي بقيادة أبنائها الذين يتميزون بالمعرفة والإبداع. ولهذا أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أطلق استراتيجية وطنية سميت الاستراتيجية الوطنية للابتكار من هذا العام 2015. تهدف هذه الاستراتيجية لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم. نعم، قد تكون الكلمة الآن صعبة على المسامع أن تصدق، لكن الإمارات قيادة وشعباً يعقدون العزم على أن يكون لهم في المستقبل المتوسط بإذن الله تعالى ابتكارات في مجالات عدة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الإمارات تتبوأ وفقاً للمؤشر العالمي للإبداع المركز 36، ومحمد بن راشد كما تعلمون هكذا رفع أصبعه وقال أنا وشعبي نتجه أو نعشق أو نحب الرقم 1. ليس من السهل الوصول إلى الرقم 1، ولكن الإرادة عندما تكون قوية والتماسك والعزيمة القيادية والسياسية والشعبية كلها تصب في هذا الاتجاه، ثقوا تماماً أن شيء من الإنجاز في الابتكارات والإبداعات والأرقام سنحققها بإذن الله. لا ندعي على الإطلاق أننا سنحقق كل شيء، ولكن في مجال التنافسية العالمية بدأنا نقترب من أرقام لدول ذات شان وذات باع طويل في التنافسية العالمية. أيها الحضور الكريم، لقد أصبحنا في حاجة ملحة إلى غرس مفهوم الملكية الفكرية، وهو لا يأتي إلا من خلال توجهنا اليوم في جمعكم الكريم هذا في هذا المؤتمر، وذلك لتعزيز مكانة الدول العربية في المحافل الدولية والإقليمية والمحلية ومؤسسات البحث العلمي، ودعما لجهود نشر الوعي الفردي والمجتمعي لمجالات الملكية الفكرية ومكافحة جرائم القرصنة وما شابه ذلك من جرائم تضر بالمجتمع. في الختام، معالي الفريق
أتوجه إليكم بالإصالة عن نفسي ونيابة عن الوفد المرافق، وأشكركم على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي حظينا به، وأود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى وزارة الداخلية بدولة الكويت لكل مرتبها من معالي الوزير إلى الفرد الذي يؤدي واجبه أينما كان على هذه الأرض الطيبة. أشكركم الشكر الجزيل، متمنيا لهذا المؤتمر أن يحقق النتائج المرجوة، وما ذلك بعزيز على دولة أرسلت دعائم التعاون الدولي منذ أمد بعيد، ألا وهي دولة الكويت التي نحمل لها كل الحب والتقدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.